اجتماع سوف يتضح الأمور، ولكن علينا أن نستمر بذل الجهود للوصول لوقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية وفي لبنان، ولابد من وصول إلى الاتفاقيات حول كيفية بسط الاستقرار طويلة الأمد وحل المشاكل الإنسانية التي تزيد حداتها، وهناك موجات من اللاجئين ولابد من عودتهم إلى وطنهم. وبلا شك كما قلت في كلماتي إن المهمة الإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية ملحة جدا. والسؤال الثاني لمعالي الوزير، بعد مشاوراتكم في روسيا اليوم حول أزمات المنطقة، ما هي الأولويات التي تضعونها لوقف شلال الدم، وما هي الأسس الكبرى لديكم للتوصل إلى حل شامل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة؟ شكرا. أنا يعني من بدأت الحرب أو بدأت الأحداث بعد 7 أكتوبر وبدأت الحرب على غزة، والوصل اليوم أكثر من 42,000، أكثر من 150,000 جريح، غير الأرقام اللي هي في تزايد في موضوع التهجير عن مواقعهم. دولة الكويت شاركت في كل محفل، في كل مناسبة، وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار، ضرورة حل الدولتين، ضرورة الاعتراف في فلسطين، ضرورة حق المصير للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني عانى يعني إذا قلنا رسميا من أكثر من 70 سنة من هذا الغم. أنا غير مؤيد ما حصل في 7 أكتوبر، لكن متوقع في ظل وجود ضغط عالي على هذا الشعب. عاش وتربى وكبر وأصبح لجيل ثالث وهو تحت الاحتلال، فنتمنى يعني الجلوس على طاولة واحدة، نتمنى حل هذه المشاكل إلى الأبد، نتمنى الاعتراف في فلسطين، واعتراف فيها أولا من جميع الدول، وحل الدولتين. أنا أتصور هذا الحل الوحيد اللي قد يوقف حمام الدم. ضرورة وقف إطلاق النار فوري، هذا من المؤكد. نحن قاعدين نتواصل ويا أصدقائنا وأشقائنا للضغط على هذا المجال، لكن إن شاء الله يعني نتمنى ذلك في بالقريب العاجل.